السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. معكم أخوكم عبد الرحمن الحربي من أكتف سي دي. كثر التساؤل والطرح لدي عن التحضير أو نوع التحضير اللي راح أطرح إن شاء الله في جميع المناهج، إيش حيكون أو كيف شكله التحضير. أنا اعتمدت التحضير بالطريقة ومو بالطريقة العرضية، ولكن أنا وضعته بهذا الشكل. هو تحضير طولي بطريقة الوحدات، طرحته العام على كثير من المعلمين والمعلمات وأحاز على إعجابهم يعني. ولكن أنا قررت يعني كمت جمال شكلي يعني إنه يكون بشكل عرضي. التحضير هذا هو أمامك يعني. الكثيرين يطلبوني تحضير ويب أو ليسنز أو يعني ماني مستعد يعني لكل طلبات كل مشرف أو مشرفة أو مركز إشراف أو إدارة تعليم، بحيث أنها تضع لها نمطية أو طريقة معينة في التحضير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، التحضير بصراحة أي معلم يتقيد بالتحضير الورقي بصراحة فهو ليس معلما خلاقا أو معلما مبدعا. التحضير الورقي هو مجرد تحضير شكلي. لا أعتقد أن لديك الوقت لكي تحضر نفسك ذهنيا للدرس، وأيضا تحضر أو تضع خطة كتابية كيف تعطي درسك. لأن أحيانا نعرف أنه هناك فروقات فردية بين الطلاب، أحيانا الوضع العام في المدرسة، وضع الكلاس نفسه، وضع الطلبة نفسهم، أحيانا أنت لا تكون في ذلك المزاج لكي تعطي بشكل يعني جيد، ولو كنت تعطي دائما بشكل جيد. فهذه نقاط يجب مراعاتها. التحضير يعني تقريبا للوحدة الواحدة ينقسم إلى 4 أجزاء، مكون من 2 صفحات ل3 صفحات، طبعا مرتب بشكل جميل. الليسن والديت، الكونتيننت، السكيلز، اوبجكتيفز واستراتيجيز والايديز والافلويشن. طبعا في ناس يعترضوا على انه الهوم ورك داخل الافلويشن، فين حيكون يعني لو ما كان الهوم ورك افلويشن ايش اللي يعتبر افلويشن؟ انا استغرب من الطرح. وبعدين في معلمين يسألني عن الورم اب، انت لست مجبر على وضع الورم اب في تحضيرك يعني. الورم اب احيانا يكون لمدة دقيقة دقيقتين، يعتمد على اشياء انت تعدها سابقا او بفكر معين. احيانا قبل الدرس بدقائق تعد نفسك وتعد وسائلك لكي تعمل الورم اب. هذا هو التحضير. طبعا يعني موجود في كل شيء، الاستراتيجيات المطبقة في الدرس، الايديز المستخدمة. يعني اعتقد انه التحضير جميل جدا، سهل جدا، ايضا يعني يخرجك من تقييد انه لازم يكون عندك تحضير. لو كان عندك تحضير بطريقة الدروس راح تتعب كثير، لانه اول شيء كثافة ورقية خاصة مع المناهج الجديدة، حتضطر انه تعمل لكل درس تحضير مستقل، حيكون عدد الاوراق كثير جدا. ثاني شيء راح يجبرك من يزورك على انك تلتزم بما كتبت كخطة. فانا هنا اعطيتك مجال لكي تتحرك بحريتك في داخل الوحدة، في داخل درسك. انت ترتب درسك كما تريد، تعطي درسك كما تريد. الاهداف الرئيسية للدرس، المهارات اللي تبغى تعطيها، الاستراتيجيات اللي استخدمتها، الوسائل اللي انت استخدمتها، ايضا طريقة تقييمك للمخرج في آخر الدرس، أو في آخر الدرس وآخر اليونت. هنا أنا وضعت لك مجال واسع جدا تستطيع أن تتحكم وتعمل ما تريد خلال فترة إنهاء الوحدة التي تمتد بحسب الوقت المفروض أن الوحدة تنتهي فيه. هذا بالنسبة للتحضير. لما سألني عن التحضير، لو رجعنا لكتاب المعلم حنجد تطابق بين نفس
الليسن ونفس المطلوب في كتاب المعلم منك في نفس الليسن. هذا هو التحضير لما سألني أو أراد التوضيح عن التحضير، هذا هو نموذج التحضير. طبعا التحضير هذا هو تحضيري المعتمد لجميع المناهج سواء المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، إن شاء الله يجلس خلال الفترات القادمة للمراحل القادمة، ولكن أمام 28 منهج فالشغل هذا بالطريقة هذه بالشكل هذا متعب جدا. أراكم إن شاء الله في شروحات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.